الثالث على التوالي، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلية اعتقال الزميل بكر عبد الحق مراسل هيئة الإذاعة والتلفزيون في محافظة نابلس. واستنكارا لهذا الاعتداء، نظمت وزارة الإعلام ونقابة الصحفيين في المحافظة وقفة تضامنية أمام مكتب هيئة الإذاعة والتلفزيون في المحافظة للمطالبة بالإفراج الفوري عنه. يأتي هذا الوقف من أجل التأكيد أن الاحتلال الإسرائيلي يهدف أولا وأخيرا إلى تغييب الصورة والصوت الفلسطيني من المشهد، وهذا يدل من خلال إذا عدنا إلى الخلف أن هناك بلغ عدد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الإعلام الفلسطيني والصحفيين لعام 2017 740 انتهاكا، يعني بمعدل انتهاكين كل يوم لكل الصحفيين. يعني هذه الانتهاكات بدأت تتفاقم، أعداد الصحفيين المعتقلين في ازدياد، منع حرية الحركة هو أيضا في تفاقم، الاعتداءات متواصلة، ونتمنى أن يتم الإفراج عن كافة الزملاء بما فيهم زميلنا بكر، وأن يكون هناك تطبيق فوري على الأقل لكل الأسس والقوانين المتعارف عليها دوليا باحترام مهنة الصحافة، خاصة فيما يتعلق بفلسطين، كون الصحفي الفلسطيني يتعرض إلى أعنف انتهاكات بحق عمله وبحق هذه المهنة. ووفقا لنادي الأسير، فإن سلطات الاحتلال أصدرت أمرا بمنع الزميل بكر من اللقاء بمحاميه، كما أنها ستعمل غدا على تحديد جلسة تمديد له. وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الزميل بكر عن معبر الكرامة أثناء عودته من السفر. اتصلنا به، كان معنا على اتصال لغاية 9 صباحا، بعدين انقطعت الاتصالات معه. أنا كل بكلينا نزل على الدوام، بعد العصر بدت الأخبار تيجي أنه احتجز واعتقل وتحول على المسكوبية. هيئة الإذاعة والتلفزيون بدورها أدانت قيام سلطات الاحتلال باعتقال الزميل بكر عبد الحق، مؤكدة على أن اعتقاله لن يثنيها عن الاستمرار بدورها الوطني في نقل معاناة شعبنا وفضح جرائم الاحتلال بحقه، كما طالبت المؤسسات الحقوقية المختلفة بالتحرك الفوري من أجل إطلاق سراحه. اعتقال الاحتلال للزميل بكر عبد الحق هو استهداف لحراس الحقيقة وحرية التعبير، وهذا ما أكده الصحفيون في هذه الوقفة التضامنية. وعود مسامي، تلفزيون فلسطين، نابلس.